مساء الورد والجمال على كل مشاهدي قناة الصحة وجمال، أهلا وسهلا بيكم أعزائي المشاهدين. برحب بيكم وحلقة جديدة من فروت سلطة. الحقيقة أن أنا حابة أبتدي حلقتنا النهاردة بأن أقدم التعازي لأنفسنا ولكل محبي الفنانة الراحلة رحمة الله عليها دلال عبد العزيز. ربنا يحسن مثواها ويحسن خاتمتنا جميعا ويجمعنا بجميع أحبابنا يا رب. كمان حابة أن أوجه التهنئة لكل الأمة الإسلامية بقدوم عام الهجري الجديد. أهل الله علينا باليمن واليسر والبركات. عام جديد، صفحة جديدة في حياة كل حد فينا، يا رب نملاها بتحقيق الأماني ونعيد ترتيب حياتنا ونعيد أولوياتنا. الحياة اختيارات. الجملة دي اتقالت لي زمان قوي وقعدت أركز، هو أنا فعلا اختياراتي بتعبر عني، بتساعدني وبتفيدني، ولا أنا ماشية مع القطيع؟ فروت صلات برنامج بيتكلم عن الحياة وعن الكوكتيلة اللي فيها وعن اختياراتنا اللي بتشكل طعم الحياة. فروت صلات مش برنامج أكل بس، احنا النهاردة هنتكلم عن الأكل. مين فينا ما بيعشقش الأكل؟ مين فينا الأكل ما بيمثلوش حالة من البهجة والسعادة؟ عارفين الفنان نور الدمرداش وهو بيوصف المسقعة كده، ده إحساسنا دايما، تحس إن هو اللمعة اللي في عينيه وتحس هو بيتكلم، تحس إن أنت أكلت المسقعة. لكن على قد ما الأكل هو نعمة، لكن إسرافنا فيه بيقدم نقمة. أسلوب حياتنا في الأكل بيؤدي ان احنا يصابنا امراض كتيره. انا عايزه احكي لكم تجربتي عن مع الاكل. انا شخص بحب اكلات الفاست فود والمقليات، ده سبب لي يعني تعب كبير في جسمي ومبقتش عارفه السبب، لغايه ما الدكتور قال لي ان احنا لازم نخلي بالنا من اكلنا ولازم ننزل في الوزن، رغم ان انا عمري ما كان وزني زايد عن كده. فبدات من وقتها اسمع لجسمي، بس انا ما سمعتش بس لجسمي، انا سمعت لجسمي وسمعت الكل اللي حواليا. اي حد يقول لي وصفه في اي حاجه اروح اجربها، اشوف على الفيسبوك بوست بيتكلم عن الدايت اروح اجربه، وده اذاني برضو. وامنع وجبه بحالها من وجباتي تعبانه، امنع اكلات معينه تعبانه، لغايه ما قررت ان انا اروح لدكتور متخصص. ومن وقتها وانا مشيت على التعليمات واحترمت مواعيد اكلي واحترمت النوعيات اللي انا بختارها لجسمي. فعلا فعلا المعده بيت الدق، والرسول عليه الصلاه والسلام قال نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع، وقال ثلث وثلث وثلث. علشان كده النهارده حلقتنا هتكون عن التغذيه الصحيه لحياه اروق، لان انت بمجرد ما بتظبط المعده تلاقي الدنيا كلها ظبطت. وعشان كده حلقتنا النهارده هيكون منورنا فيها مش بس متخصص، اتنين متخصصين في التغذيه الصحيه هيكلمونا عن عاداتنا السيئه في الاكل، عن الوجبه المثاليه وازاي اوازن في اختياراتي، عن الامراض المزمنه اللي بتنتج عن الاكل. منورنا النهارده الدكتوره نغم القاضي، اهلا وسهلا يا دكتور. بكالوريوس الطب والجراحه قصر العيني جامعه القاهره، ماجستير كلينيكال باثولوجي التحاليل الطبيه جامعه القاهره، دبلومة التغذية العلاجية والسمنة والنحافة المعهد العربي للدراسات، وعضو الجمعية الطبية المصرية للسمنة. كمان معانا دكتورة هبة القاضي بكالوريوس الطب والجراحة قصر العيني جامعة القاهرة، ماجستير كلينيكال باثولوجي التحاليل الطبية جامعة القاهرة، دبلومة التغذية العلاجية والسمنة والنحافة من المعهد العربي للدراسات. أهلا بيكم منوريننا في فروت سلطة. الاول انا عندي يعني ملحوظه، اول ما اتقابلنا مع بعض احنا ما شاء الله اللهم لا حسد اتنين اخوات من نفس الكليه، من نفس الماجستير، من نفس الدبلومه. كلموني على النقطه ديت الاول. هي الاول اهلا بيكي، بس يعني احنا اخوات، فزي يعني سيدنا موسى كده ما قال له اشدد به اذني على اخوه سيدنا هارون، فنفس الفكره. فتخرجنا من نفس الكلية، لما جيت اخترنا التخصص التحاليل كان تخصص يعني جميل جدا بيخدم معظم وكل التخصصات الطبية التانية. وبعديها لما فكرنا، بس فيها عيب ان بيبقاش فيه علاقة مباشرة مع المريض او الحالة، ففكرنا بقى في دبلومة التغذية عشان يعني ده شغف كده ان يبقى فيه طبيب والمريض مرة واحدة. فربنا يوفقنا بقى ان شاء الله. ان شاء الله موفقين، واعتقد ان انتوا واخدين حاجه مهمه جدا وهتنفعوا بيها، يعني ان شاء الله تكون اثر طيب ليكم يا رب. باذن الله ان شاء الله. والله هي اختي الكبيره يعني ومثلي الاعلى وانا بثق فيها، وطبعا عجبني التخصص يعني وعجبني الاختيار
وربنا هو اللي بيوفق ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تعاونكم ده يثمر عن حاجه حلوه قوي باذن الله. طيب خلونا الاول نروح نشوف الفيديو نعرف اكتر عن دكتوره هبه ودكتوره نغم ونرجع لكم تاني. مساء الخير. الاكل نعمه من نعم ربنا علينا، كلنا بنحبه وبنستمتع بيه، عشان كده عمرنا ما هنبطل ناكل يا دكتوره نغم. صح يا دكتوره هبه، بس ناكل ايه وامتى عامل مهم جدا ناخده بعين الاعتبار واحنا بنختار اكلنا، علشان اكلنا يبقى بيلبي احتياجات جسمنا ونتفادى مشاكل سوء التغذيه زي مثلا السمنه والامراض الناتجه عنها زي امراض القلب والشرايين وكمان الامراض السرطانات المنتشره جدا دلوقتي. وللاسف اطفالنا كمان اتاثرت بجهلنا وتعاملنا الغلط مع الاكل، بنقدم لهم الحلويات ونكافئهم بيها وحببناهم فيها، والفاست فود والمشروبات الغازيه كلها مليانه سكريات ومواد دهنيه ضاره ومواد حافظه بتسبب لهم امراض صحيه كتيره في مراحل عمريه متقدمه. الحل ان احنا لازم نزود ثقافتنا في التغذيه السليمه، وده بقى دورنا كاطباء بشريين واختصاصيين تغذيه علاجيه وسمنه ونحافه تتعلم معانا ايه هي مبادئ التغذيه السليمه ونساعدك توصل لأنسب الأنظمة الصحية المناسبة ليك والأفراد أسرتك. وبكده نكون حققنا المعادلة الصعبة، استمتعنا بالأكل وعشنا حياتنا بصحة. ورجعنا لكم تاني في فروت صلاد بنتكلم عن التغذية الصحية. دكتورة نغم، الأول أنا عايز أعرف إمتى الواحد مفروض يخلي باله من أكله ويخلي باله من تغذيته؟ ده سؤال جميل. بصي بقى، يعني الناس للأسف بتقعد تبقى تقول إيه أنا النهاردة، يعني أو المرحلة دي أنا لما أكبر لما هاخد بالي وأركز. لا، أنت علشان تصنع إنسان أو تعمل إنسان خلي بالك إن الأكل والغذاء السليم هو عنوان الإنسان اللي عنده صحة كويسة ونشيط وأجهزتك كلها في الجسم تشتغل كويس، فتقدر تجابه مخاطر الحياة زي الأمراض وكده. فمن أول ما في جنين، يعني مع المرأة الحامل لازم المرأة الحامل تهتم بتغذيتها. بعد طب بقى في طفل، لازم برضو الطفل، ما أقولش لا بقى أسيبه براحته لحد ما يروح المدرسة، لا، بقينا في الأدل سواء راجل أو ست نفس الفكرة. فالمراحل الحياة بتسلم بعضها، احرص انك تسلم المرحلة وانت بصحة جيدة. ولذلك طول الوقت لازم نبقى شغلين نفسنا بالتغذية السليمة، فدي نصيحتي. يعني هو الحقيقة ان احنا دايما واحنا اطفال الامهات بتبقى واخدة بالنا، مش عارفة لما بنكبر بيحصل ايه ونروح بقى للفاست فود والحاجات دي. طيب قولي لي دكتورة هبة، ازاي يعني يكون طبقي صحي ومتكامل؟ اعرف منين انا باكل اكل صحي؟ يعني انا مثلا انا هكلمك عن تجربتي. طيب. انا شخص لما الدكتور قال لي احنا عايزين نبقى اكلنا صحي، كنت منع السكر بس كنت باكل كميه فاكهه مش طبيعيه وحاسه ان في حاجه غلط، ما كنتش فاهمه لغايه ما فهمت ان السكر ان الفاكهه مليانه سكر، ما كنتش عارفه المعلومه طبعا. بصي، هو الاول بس انا عايزه يعني اهني الشعب المصري والامه الاسلاميه بالعام الهجري الجديد، ربنا يجعلها سنه سعيده علينا كلنا يا رب. بالنسبه بقى ازاي اعرف ان انا باكل اكل مظبوط، هو طبعا احسن حاجه في الحياه هي التوازن والاعتدال. ما ينفعش ان انت هتاكل من عنصر معين وتسيب بقيه العناصر او تقلل فيها. تمام. فالمفروض ان انت طبقك يكون يشتمل على جميع العناصر الغذائيه، يعني مثلا هنقول نصه نشويات، واخص بالذكر طبعا الخضار اهم حاجه، ما هو نص الطبق. وبعد كده عندك شوية رز مثلا، وعندك طبعا قطعة البروتين بتاعتك سواء كانت حيواني، مش شرط يعني نعتبره مرة في الأسبوع، نهتم بالفراخ والسمك، السمك على الأقل مرتين في الأسبوع. وطبعا طبق السلطة، طبق السلطة دوت مهم جدا، لأن بس عايز أقول أنه أي اختلال في التوازن دوت هو ده اللي بيسبب المشكلة سواء كما أو كيفا. كيفا أن أنت لو وقعت عنصر معين مثلا ومسقطه، زي الناس الفيجيتيريان اللي هم النباتيين بتلوش بروتين خالص، او كمان ان انت زودت في عنصر معين
ده هيؤدي بيك الى السمنه، او قللت في عنصر معين هيؤدي بيك الى النحافه. تمام. لازم التوازن يعني في كل العناصر. يعني انا كنت باكل الفاكهه بس ايام هيلث. لا كتير باكل الفاكهه بس ايام سكر هيلث. الفاكهه سكر، سكر الفاكهه يعني. الحمد لله على الوعي. ما ينفعش ما ينفعش نمشي في سكه الفاكهه بس، في خضار بس، بروتين بس، لا لازم كله مع بعضه. لازم كله مع بعض. يعني الجسم محتاج. واحد مثلا يقول انا ابعوض السكر اللي ما باخدوش فباخده في الفاكهه بقى، بس بكميات بقى، بس ايام هيلث. طيب دكتوره نغم، انا عايزه اعرف في بعض المفاهيم كده، السمنه وهي عرض ولا مرض، ومقاومه الانسولين، يعني ممكن توضحي بس للناس الجمهور المفاهيم دي؟ صح. هي دلوقتي لو يعني انت بتقولي بتاكلي بس في الفاكهه، فالسكر الكتير واهملتي النشويات المفيده، الانسان هيبدا يدخل في، ندخل في مشكله السمنه. السمنه دي يعني بنلاحظ غير ان انت شايفها بعينك بتبدا تزيد من الاول، في حاجه اسمها مؤشر كتله الجسم، ليها نسب وارقام. من اول ما يبقى الانسان اوفر ويت، بنسميها اوفر ويت، لا برضه محتاج وقفه، ومحتاج ان انت تنتبه وتظبط نفسك تاني للنورمال. طيب السمنه ده بقى اختلفت عليها الاراء في المؤتمرات وفي الدراسات، هي مرض ولا عرض. اي واحده فيهم ما بتنقصش من اهميه الثانيه، في الاثنين هم انذار خطر. ليه بقى؟ لان انت بتدخلك، هي شكل من اشكال مقاومه الانسولين. انا عايزه الناس كلها تبقى يعني في وعي بخطر مقاومه الانسولين دي. دي حصلت ازاي؟ ان انت طول اكلت سكر وطلع البنكرياس طلع انسولين، وده الهرمون اللي بيساعدنا نحرق السكر، يعني يدخله الخلايا، تقوم انت على طول واكل سكر تاني. الكلام ده بقى متكرر طول اليوم وعلى فترات يعني عمريه، يفضل الانسولين عالي في الدم ولحد ما الخلايا والمستقبلات اللي عليها للانسولين تبطل تستجيب له، فتكون النتيجه ان السكر ما يدخلش الخلايا ويتحرق وناخد منه طاقه. فهتلاقي نفسك على مرور الوقت السكر عالي، دخلنا في سكر من النوع الثاني مرض السكر، دخلنا الانسولين بقى ما بقتش جسمك بيحرق الطاقه اللي انت مستفيد منها، وتبدا تتكون عندك السمنه خاصه في منطقه البطن. فلازم وقفه، لازم وقفه لعلاج السمنه وتحسين وضع حساسيه الانسولين عشان نتفادى امراض الضغط والقلب والشرايين وكل الحاجات دي. اعتقد ان دوت الناس ممكن توصل له بسبب عدم الوعي. اكيد. فطبعا وجودكم معانا ان نوعي الناس اكتر. قولي لي يا دكتوره هبه، ازاي الحل في الجزئيه ديت؟ والله انا رايي الشخصي ان الانسان دوت لازم يستعين بالطبيب، الطبيب المتخصص هو الوحيد اللي هيقدر يعني يعرف الاسباب الحقيقيه ورا زياده وزنك وطبيعه حالتك الصحيه، وان يعالجك يعني يحاول يوصل معاك لحل، ان احنا نحل المشكله ديت. فطبعا ده من خلال اي حد بقى عايز ينزل من وزنه او يخس لازم يهتم بثلاث نقط. عايزه اقول في الاكل، وعايزه اقول في الشرب، وفي العادات. بالنسبه للاكل طبعا انت هتستعين بالطبيب المتخصص، وهتمشي على نظام غذائي وبرنامج غذائي يناسب وضعك وحالتك الصحيه وظروفك ويومك وكله. بالنسبه للشرب ممكن نلجأ بقى للمشروبات اللي هي بتساعدنا وبتزود الحرق، يعني زي مثلا فنجان القهوه بتاع الصبح دوت اللي هو من غير سكر طبعا. انما بعد كده بقى الفنجانات القهوه الكتير اللي بعد كده دي مش كويسه. طيب الشاي الاخضر، الشاي، القرفه والجنزبيل، الحاجات دي كلها حلوه. بالنسبه بقى للعادات، عايزين يا جماعه ننظم وجباتنا، ننظم وجباتنا يعني هتلتزم بالبرنامج الغذائي اللي هيتحدد، هتلتزم بالثلاث وجبات بتوعك بالتو سناكس اللي انت موصوفين لك. والجديد بقى دلوقتي موضوع الصيام المتقطع يعني تنظيم الوجبات. طيب هنرجع لك تاني في الصيام المتقطع، بس خلونا نروح نشوف الفيديو دوت ونرجع لكم تاني. لا لا يا جماعه، الحاجات دي المفروض نمنعها نهائي، ما ناكلهاش خالص. ولو انت خلاص يعني بقى هتموت عليها ونفسك تدوق، يبقى واحده بس، واحده بس، وبعد الاكل على طول، ويا ريت تبقى مره في الشهر مثلا ولا حاجه. وبعدين عايزه اقول لك كمان، كل ما زاد الدقيق الابيض في اكلك كل ما زاد وزنك، وتجوع بسرعه وتاكل اكتر. اخر حاجه عايزه اقولها لكم، الميه، الميه يا جماعه، نشرب ميه كتير قوي. دي نصيحة كده على الماشي. شكرا، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.
ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم عن التغذية الصحية السليمة. منورنا دكتورة هبة ودكتورة نغم. دكتورة نغم، كلمينا عن أنواع الدايت وإيه رأيك في الكيتو دايت؟ تمام. بصي بقى، الدايتس بصرف النظر عن اختلاف أسمائها كلها بتندرج حوالي أو بتدور حوالين نسبة الكربوهيدرات. في دايتس بتعتمد على الكربوهيدرات زي البالانس دايت، وده طبعا الأعم والأشهر، بس بيبقى في حدود احتياجاتك اليومية بيحسبها لك الطبيب المختص. بعد كده ببدأ أقلل نسبة الكربوهيدرات من مرورا بقى باللو كارب لحد الكيتو اللي حضرتك ذكرتيه دلوقتي. ده ترند والناس بتتكلم عنه. هو على فكرة بالمناسبة يعني ظهر، كان موصوف كعلاج غذائي لمرضى الصرع. لان تقليل هو ايه الكيتو؟ الكيتو ان انا يعني تقريبا بنزل الكربوهيدرات 5% من احتياجاتك اليوميه، فبتاخد اقل من 50 جرام في اليوم. الجسم هنا بيعتمد في طاقته على الدهون. فوجدوا ان موضوع تقليل السكر ده بيقلل نوبات الصرع. طبعا يعني بيسموها باي ذا واي او بجانب، لا الناس بتخس، فبدات تنتشر ان هي نستخدمها كدايت، انما يعتبر ريستريكتد. لكن هو مش دايت، هو نوع من انواع الدايت العنيفه اللي بنسميها ريستريكتد، اللي هي يعني الواحد يعني معظم الاطباء بتبقى اجينست ان انت توقعي العناصر الغذائيه. خلينا دايما في البالانس، ساعات بنلجأ له، بس يعني نصيحه ان انت خليك مع طبيب، لان الناس بتطبقه غلط، بيبقى في معاك سبلمنتس وحاجات لازم تاخدها، فده يعني رايي. طيب دكتوره هبه، رجعنا تاني، عايزك كنا قبل الفاصل بنتكلم عن الصيام المتقطع. هو ايه نظام الصيام المتقطع ده؟ نظام دايت؟ فوائده معظم الناس بتاخده وبترشحيه ولا ايه؟ بصي هقول لك، هو مش نظام دايت، هو الصيام المتقطع زي ما احنا اتكلمنا عن ان احنا الانسان لازم هيظبط عاداته. هتظبط عاداتك انك هتلتزم بوجباتك الثلاثه والتو سناكس. الجديد دلوقتي واللي الاغلب بيتجه له هو ان احنا هناخد ثلاث وجبات بس، ومن هنا جت فكره الصيام، ان انت هتلتزم بالثلاث وجبات بتوعك. طب انت وبقيه اليوم انت هتصوم. والله الصيام دوت يعني له فوائد كتير جدا، وطبعا اول حاجه هو يعني مبدا مشروع في كل الديانات السماويه. وبعدين بيدي بقى الجسم فرصه لحاجه اسمها الديتوكس، اللي هي كل الناس بتبحث عنها دلوقتي، بتدي فرصه للكبد والجسم ان هو يتخلص من السموم والدهون الزايده في جسمك، وتدي فرصه للجهاز الهضمي ان هو يستريح، لان مش المفروض ان انا طول الوقت عمال باكل، طول الوقت عمال بلقط. فبندي فرصه للجهاز الهضمي ان هو يستريح، والدم يروح لبقيه اعضاء الجسم وبقيه الاجهزه والدماغ والقلب والعضلات وكده. وعايزه اقول ان انت مش هينفع ان انت بكره بقى يلا هصوم على طول، لا، تدريجيا هتخلي جسمك ياخدك للمراحل بتاعته تدريجيا. في ناس بتبدا من 12 ساعه نوم وصيام و12 ساعه اكل، وبعد كده نبتدي نزود ساعتين في الصيام ونقلل ساعتين في الاكل، يعني 10 ساعات اكل، 14 ساعه، طب 8 ساعات و16 ساعه، وده الاوبتيمم. يعني والله في ناس بتوصل لوجبه واحده في اليوم، 1 ميل ا داي، وبقيه اليوم كله صيام ونوم. الصيام طبعا انت هتصوم، بتشرب المشروبات بس من غير ايه، سكر ولا لبن. عايز اقول حاجه مهمه، ان طول ما انت صايم انسولينك قليل، وهي ده الهدف، ان انت عايز تخسر وزن، ما ينفعش تخسر وزن والانسولين عالي، تخسر وزن والانسولين قليل. طب الانسولين قليل، يبقى في المقابل الانتي انسولين هم اللي هيعلوا. يهمني بقى فيهم قوي الجروث هرمون، اللي هو هرمون النمو او اللي بنسميه اكسير الحياه، لان هو ده الهرمون اللي هيحرق لنا الدهون فعلا وهيزود الكتله العضليه بتاعتنا. وخلي بالك انت طول ما الكتله العضليه بتاعتك عاليه وكبيره، كل ما معدل حرقك بقى اكبر وخسرت وزنك اسرع. ف يعني انت بترشحي عايزه اقول بالمناسبه، بس خلي بالك انت مش هتقدر، يعني هو انت مش هتعيش يعني عليه. هو انت بتصومه مثلا، بتعمل النظام دوت يومين في الاسبوع. يومين في الاسبوع، وكل واحد بقى على حسب قدراته يعني، وعلى حسب يومه وطبيعه حالته الصحيه وظروفه. يعني ده كله كلام في العموم، انا مش يعني كل واحد طبعا وحالته. عايزه اقول لك ان انا بالمناسبه النظام ده هو اللي معدتي استريحت عليه. تمام. هو الصيام طبعا احسن حاجه، رائع طبعا. طيب كلموني عن تكميم المعده، ايه رايكم في العمليه دي؟ طبعا ده سؤال رائع. يعني عايزه اقول طبعا يعني انا كطبيب ما بشجعش عمليات الجراحه اللي هي فيها انك بتزيل
جزء من الجهاز الهضمي. انما هي لو انت مضطر في حاجه بقى ثانيه قبل ما اقول لك ايه الحل. الناس فاكره ان انا لما هتعمل العمليات دي هتاكل براحتها. لا لا، انا اعرف فعلا حد عمل وبعد كده قال انا منعت عن الاكل، انا اتحرمت من الاكل. بالظبط، انت يا فندم قبل واثناء العمليه وبعدها لابد من اتباع نظام غذائي سليم. فما فيش حاجه، ما فيش حل سحري هيخليك ان انت تاكل اللي نفسك فيه. فليه تستغنى عن جزء من جهاز الهضمي؟ لان بيتعرضوا لنقص فيتامينز ومعادن بتتاثر على صحتهم ومناعتهم. واحنا شايفين دلوقتي الكورونا يعني قد ايه الانسان محتاج يقوي المناعه. لو انت مضطر في ممكن نسمع بتدخل البالونه، ساعات من في تدخل جراحي بيركبوا حاجه زي بالونه كده بتمتلئ وبعدين بيشيلوها لمده 6 شهور. دي ممكن تبقى بتساعد في الدايت وبتدي بوش يعني تساعدنا في الاول. فاتمنى ان الناس تبقى مايندد وحاطه في بالها ان الدايت هو الحل الاول والاخير ودايما يستشيروا الطبيب. طيب انا يعني في نهايه حلقتنا انا محتاجه من كل واحد فيكم يقول لي نصيحه او عاده صحيه للمشاهدين يلتزموا عليها وهتساعدهم جدا في ان هم يتبعوا التغذيه السليمه. والله اول حاجه يا جماعه لو سمحتم نمنع السكر. نمنع السكر ديت نمره 1 ونمره 10، لان السكر دوت للاسف هو يعني هيخرجك من عدوى ويدخلك في عدوى، هتخرج من دور البرد وتدخل في دور البرد اللي بعده وحبوب الشباب وي وي وي. هو السكر يعني المسؤول عن الكلام ده كله. وعايزين نبعد برضو عن الدقيق الابيض، لان الدقيق الابيض دوت سريع الهضم بيخليك تجوع بسرعه وتاكل تاني بسرعه، وهو دوت اللي بيزود الوزن. وعايزين كمان بقى نتجه الى الحبوب الكامله، الشوفان، العيش اللي هو بالحبه الكامله والبني والسبع حبوب، يعني هو ده. ودكتوره نجا يعني حاجتين سهلين، هي شرب الميه بكميه كافيه هتساعدك لحياتك بصفه عامه وهتساعدك في التخسيس. تمام. هتساعدك لحياتك لان الكل يعني مصفه روح الكليه بنسميها يعني. واحنا كنا عاملين فيديو بالمناسبه على الصفحه بتاعتنا عن شرب الميه. لكن نصيحه للي بيخس يشرب كوبايه او كوبايتين قبل وجبته الاساسيه في الدايت بنص ساعه. بلاش الشرب اثناء الاكل، ده بيعاكس الهضم، لكن ممكن بعد الاكل بساعتين. نقطه تانية النوم مهم جدا، من 6-7 ساعات نوم علشان نخلص الجسم من الستريس والتوتر وهرمون الكورتيزون، والرياضه علشان نزود الكتله العضليه ونزود الحرق. نورتونا واسعدتونا في فروت صلاه. اعزائي المشاهدين، خلصت حلقتنا النهارده. معدتنا غاليه علينا وجسمنا نعمه من عند ربنا، والاكل نعمه بس الشراهه نقمه. نقنن كل حاجه وناخد بس اللي يفيدنا. دمتم بصحه وعافيه ومخليين بالكم من طبق الفروت صلاه بتاعكم. والقاكم في حلقه قادمه من فروت صلاه.